السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بحضراتكم ولقاء جديد من أما بعد. أما بعد بنتكلم فيه عن كل الصور الجميلة والطيبة، وبنقول أما بعد إيه اللي بعد الصورة الحلوة اللي بنعرضها لحضراتكم ونبينها لحضراتكم، إيه اللي بعد ما كلنا نشترك مع بعض، كبير وصغير، راجل وست، شاب وفتاة، لما كلنا نشترك علشان نخلي الصورة أجمل وأحلى وأروع. ده واجبنا كلنا ناحية بلدنا. الفقرة الأولى في الحلقة بتاعة النهاردة هو لقاء مهم جدا مع رئيس شركة المية في محافظة اسكندرية، الباشمهندس أحمد جاد. هنشوف وهنسمع منه كلام أنا شخصياً أول مرة أعرف إن وصلات المية اللي بندخلها في البيوت بتوفر وبتعمل على ترشيد استهلاك المية، وده بالتالي بيعود بالنفع علينا كلنا. تعالوا بسرعة نشوف أول فقرة في الحلقة بتاعت النهاردة ولقاء مع الباشمهندس أحمد جاد رئيس شركة مياه الشرب في اسكندرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحباب نبض الحياة أهلا وسهلا بيكم. النهاردة اسمحوا لي إن أنا أقول لحضراتكم، المثلث ده دايما بيظهر بنفس الصورة ليه؟ ودايما بيجتمع بنفس الثلاث أضلاع دول ليه؟ في البداية رحب بالمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب محافظة اسكندرية. أهلا، برحب بحضرتك وبرحب بجميع المشاهدين وبرحب بدكتور أحمد، ومنورنا في اسكندرية، كل سنة وحضراتكم بخير وسعادة يا رب. وطبعا مشرفني الدكتور أحمد صبري من علماء الأزهر الشريف، وإحنا مثلث. المثلث الثلاث أضلاع دول اللي حضراتكم دايما بتشوفوها، لأن إحنا التبرع بتاع حضرتك والصدقة بتاعت حضرتك محتاجة الثلاث أضلاع دول. لو ضلع منهم اختل أو مش موجود في المثلث يحصل عندنا مشكلة. هناخد التبرع من حضرتك بأفضل شكل، بشكل إداري ومنظم، ونوصل لحضرتك بأفضل طريقة، ونروح بسرعة للجهة الفنية اللي هي شركة المية، نقول لهم عاوزين نوصل أفضل مية للناس وأحسن صورة، والدكتور أحمد صبري والعلماء اللي موجودين في المؤسسة يدونا الجانب الشرعي. أموال الزكاة نحطها فين؟ أموال الصدقة نحطها فين؟ الصدقة الجارية عن الوالد وعن الوالدة، وإزاي نتحرى إن إحنا فعلا نكون بنعمل صدقة متحقق فيها ثلاث أركان، الجانب الإداري والجانب الشرعي والجانب الفني. النهاردة إحنا مع حضراتكم من محافظة اسكندرية، هنتعرف عليها مع الباشمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه في الإسكندرية. باشمهندس، الناس دايما بتقول اسكندرية البحر، اسكندرية المصيف، هل دي من المحافظات اللي محتاجة الدعم؟ انا عايز اقول لحضرتك، احنا بالنسبة للاسكندرية طبعا احنا يمكن شركة مياه اسكندرية دي بتغطي حوالي 4200 كيلومتر مربع، بطول حوالي 60 كيلو متر على البحر، ممتد في العمق حوالي 100 كيلو. يبقى احنا لما بنتكلم شريحة البحر كلها ما تزيدش مثلا عن 10 كيلو، في 85 كيلو عمق على عمودي على البحر، دي عبارة عن طبعا مساكن داخلية ليست على الساحل مباشرة بالنسبة لمحافظة الاسكندرية. وطبعا لما بنتكلم على عمق 100 كيلو، يعني بتكلم على جميع ممكن نقول العناصر او جميع النوعيات المختلفة من التعامل في محافظة اسكندرية. بمعنى ان احنا في ناس اللي هم قاطيني البحر، ودي اللي احنا بنقول عليها الساحل، ان الشخص لازم يربط نفسه على الخط ويقدم اشتراك. احنا عارفين ان في ناس بتعمل اللي بنسميها الوصلات الخلسه، وناس ما بتعملش الوصلات الخلسه وبتاخد من جيرانها، وناس بتاخد كذا وناس بتاخد كذا، وده في النهايه الناس بتشرب، خلينا نقول، لكن ده بيحقق للشركه نوع من الخساره، وللمواطن نوع من عدم الامان، هو مش مطمن ان الميه واصله له بشكل سليم. الشركه بقينا بتعمل ايه في الموضوع ده؟ دي من المشاكل اللي بتبقى بتمثل تحدي غير طبيعي لشركه الميه. ليه؟ ساعتك لما يكون عندك عداد هتلاقي نفسك دايما بتبقى حريص جدا على استهلاك المية. هتلاقي لما الولاد يفتحوا الحنفية على طول، لما تلاقي في حاجة عندك في الصحي مش مظبوطة، هتقدر او على طول بتسرع في اصلاحها. ليه؟ عشان اخر الشهر هتلاقي نفسك بتدفع فاتورة. لكن لما يبقى على النقيض ان انت بتاخد مية ما بتدفعش
مهما كان خدت كتير او شويه ما فيش حاجه اسمها ان انا بدفع فاتوره، هتلاقي دايما معدل الاستهلاكات، ودي طبيعه على فكره وحقيقيه وشفناها وجربناها في اماكن كتيره جدا، بتبقى اضعاف الاستهلاك الطبيعي للبشر او اي استهلاك ايا كان خاص بشركه الميه. فطبعا انا طول ما انا عندي عداد، طول ما انا برشد الاستهلاك، احنا في نظره ميه، ندرة مية، يعني لازم اخلي بالي من كل قطرة مية. كل ما اقول كل قطرة مية تساوي حياة، فعلا كل قطرة مية تساوي حياة. النهاردة يعني احنا مش عايزين نقوله وصلنا لحد الفقر، الحمد لله ما وصلناش الفقر، ولكن عندنا ندرة. ندرة يعني ايه برضه عشان الناس تبقى عارفة؟ ان المفترض ان الطبيعي اقل حد مسموح به من كمية مية للفرد في العام 1000 متر مكعب، احنا النهاردة في الستميات، يبقى احنا عندنا ندرة مية. متخيل يعني 60% بس من المقنن المائي تقريبا المتوفر ليك طيب ده احنا بنتكلم دلوقتي الاجيال القادمه، واحنا عاملين نستهلك في كميه الميه اللي ربنا ادهنا والموارد المائيه المتوفره في الوقت الحالي، يبقى الاجيال اللي بعد كده هتعمل ايه؟ انت ما بتبصش النهارده، هنتكلم على استدامه، بنتكلم على مخطط الى ان يشاء الله. فلما بنتكلم على مخطط يعني معناها ان انا لازم اعمل حساب الاجيال الحاليه واعمل حساب الاجيال القادمه. لو انا اصرفت في الماء الستين هيبقوا 40 هيبقوا 30، هتفاجأ فترة من الفترات لا قدر الله عندنا مجاعة في المية. يعني احنا كده ممكن كمان نكتشف دلوقتي مع بعض ان احنا مساعدة الناس ان هم يوصلوا وصلات مية للبيوت هنا بتساعدهم كمان ان المية يحصل فيها ترشيد، فالعائد ده بيعود علينا كلنا في يعني الحياة. انا عايز اقول لحضرتك استاذ اسلام، الموضوع ده من الموضوع المهم جدا بالنسبة لنا، توصيل العدادات. ويمكن احنا محافظة اسكندرية منتهجين نهج يمكن مختلف شوية عن كل المحافظات، احنا اكتر محافظة فيها عدادات فرعية. يعني عندي 1,850,000 عداد فرعي متركبين في اسكندرية. على فكرة ده اكبر عدد من العدادات الفرعية موجود، المحافظة من المحافظات الصغيرة، يعني مش هنقول صغيرة ولكن على الاقل متوسطة. يعني انا فطبعا الغرض من كده ايه؟ الغرض ان انا عايز كل شقة يبقى عندها عداد، لان بقول لحضرتك احنا عندنا يعني العديد من المحاور اللي بنقوم عليها في ترشيد الاستهلاك، احداها تركيب العداد. الناس اللي احنا نزلنا وشفنا وعملنا معاينه لبيوتهم، الشركه طول الوقت اللي فاتت كانت بتحاول انها تخليهم يوصلوا عدادات، لكن هم كانوا دايما يقولوا يعني اديك ذات اليد، احنا ما عندناش امكانياتنا ما تسمحش. النهارده بقى مؤسسه نبض الحياه بتعمل مع الشركه بروتوكول تعاون ل 500 بيت كمرحله اولى. دول هيعملوا يعني ايه النقله اللي هتحصل لل 500 بيت دول بعد ما نوصل لهم وصلات الميه؟ كان في بعض الاماكن، في هذه الاماكن العشوائيات، ان نسبه الفقد الميه عندي فيها يكاد يصل الى 80%. بفضل ربنا لما بدأنا نخش مع المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية، وطبعا وعلى رأسها حضراتكم، ان انا بالنسبة لي بقول وصلنا ل 25.8 بالظبط في المية. متخيل نزلت قد ايه؟ وفرت مية قد ايه؟ يبقى دي اول محور بنتكلم عليه في ترشيد الاستهلاك. طبعا ماشى معاه محاور كتير، تعرف عندنا توعية قامت بدور كبير جدا توعوي بالنسبة للمواطنين في توعيتهم عن استهلاك المية، توعيتهم عن ان انا بالنسبة لي اتعامل ازاي مع المية. يمكن بروح لحتة تانية، انا النهاردة مش عايز اعتمد على مصدر واحد، ماشي انا خدتك في حتة تانية بس ده موضوع مهم جدا لازم يبقى متكامل. صحيح. النهاردة بقول ان انا ترشيد استهلاك، طب انا مصدري الرئيسي مين؟ النهارده حوالي 97% من استهلاكات الميه عندنا من النيل. طب النيل بالنسبه لي هيستهلك، وده كمان اللي خلانا في نبض الحياه بنحفر ابار ارتوازيه وبنحفر انا داخل لحضرتك اهو. انا ليه رجعت لدي؟ عشان اقول لحضرتك ان احنا دلوقتي متجهين لحاجات تانية. انا بدات في منطقه النوبريه ان انا عملت تجارب على ابار جوفيه، الغرض ان انا ان شاء الله وجدت تقرير كويس جدا وبعتنا لوزاره الري عشان ناخده ان شاء الله تصريح ان احنا نستخدم الابار الجوفيه في منطقه بنجر السكر. استاذن بقى حضرتك النهارده واحنا في لقائنا ده نعلن لحضرتك استعداد نبض الحياه ان احنا نكون رعاه اول بير باول محطه لتحليه المياه الجوفيه. ده انا طبعا شاكر لحضرتك، ده انا شاكر لحضرتك، ودي طبعا مشاركه يعني مش غريبه عن نبض الحياه، ويعني لان دي هتعود علينا وعلى المواطنين في هذه في الاماكن دي بالخير والبركه. الجزئيه دي مهمة جدا. يبقى بنرشد عن طريق العدادات، بنرشد عن طريق قطع موفرة، بان احنا بنجد مصادر اخرى للمية اللي موجودة بالنسبة لنا ومسالة في الابيار. صحيح. وبعدين انا برضو عايز اقول لحضرتك حاجة، احنا في اسكندرية لوحدها بننتج في اليوم حوالي 2.8 مليون متر مكعب.
تواصل. عاوز اتوقف عند النقطه دي عشان اقول لحضرتك اليوم. احنا دايما نقول للناس عاوزين نتبرع لوصلات الميه ونتبرع لتوصيل الميه ومشروعات سقي الماء، فالناس تقول لنا هو مش ده دور الحكومه؟ المفروض الحكومه بتعمل ده. حضرتك دلوقتي تقريبا جاوبت على السؤال، احنا بننتج الميه وانتجنا كميه الميه، منتظرين دلوقتي اللي هيتبرع او يساهم معانا علشان الميه دي توصل للمواطن ده بالشكل السليم والطريقه السليمه. اللي انا عايز اقول لحضرتك عليه ان لولا مشاركتكم في الوقت الحالي لا كان يبقى في نسبه كبيره جدا جدا ما عندهاش عدادات. اول حاجه يمكن احنا بقى انا لما ببص لها كبشر ببص لها من ناحيه البعد الاجتماعي. الناس دول حاسين ان في ناس حاسه بيهم. دي في حد ذاتها يعني بترفع من روحهم المعنويه، بتحسسهم ان مصر حاسه بيهم. صحيح. بتحسسهم ان لهم اخوات حاسين بيهم، وده طبعا احساس مهم جدا. من انا بتكلم على شعور دلوقتي البشري. صحيح. الحاجه الثانيه مش قاعدين خايفين. يعني اكتر حاجه على الانسان ان يبقى واقف قاعد وان انت هيجي لك بتاع الميه يقطع منك الحنفيه وياخد الماسوره عشان انت مش مشترك ومش ما عندكش عداد. مش ده اللي هيحصل؟ طبعا انا النهارده حسسته بالامان. وبعدين على فكره كل حاجه ما تسويش اي حاجه قدام الامان. فانا لما احس ان انا عايش في بلدي في امان، عايش في مكاني في امان، هدي. ووصلة المية بالنسبة له هي مش مجرد وصلة مية، ده هو بيحس دي حياته. يعني هو زي الناس. ده هقول لحضرتك حاجة، النهاردة الكهرباء الحمد لله ابو زياد عندنا، لكن بفرض مفيش كهرباء، هتجيب شمعة وصدقني هتقضي الغرض، سواء بخيره او بشره هتقضي بغرض. لكن المية تغسل ايدك وتطبخ وتستحمى وطبعا بتكلم على دلوقتي على بيئه. البيئه اهم شيء. بيئه سواء بيئه البشر، سواء بيئه الفرد، سواء بيئه المنزل، سواء بيئه المكان، كل الكلام ده كله اساسه ان انا استخدم الميه. اساسه نظافه الميه. صحيح. يعني فطبعا الميه، لا الميه موضوع صعب جدا بالنسبه لي للبيئه. فلو انا بالنسبه لي الناس دول ما عندهمش الميه، لا هتبقى الحياه بالنسبه لهم مفيش امان، مفيش صحه، مفيش ولاء. خلي بالك يعني برضه لازم نتكلم في منتهى الامانه، لكن انت كده بتخليهم يبقى ليه عندهم ولاء لبلدهم. انا ده رايي. عايزين ندي فرصه للدكتور احمد نسمع كلامه الطيب. احنا بنتكلم عن اسكندريه وحضرتك عارف وبيجي لك اتصالات كثيره جدا من اهل اسكندريه عاوزين يتبرعوا وينفقوا معانا. لما نزلت النهارده شركه الميه وعرفت ان المهندس الوضع اللي في اسكندريه، كنت متصور للصوره بالشكل ده؟ خليني بس الاول اركز على اهم جزئيه، انه انا لاول مره في حياتي اسمع معلومه من الباشمهندس احمد جابر رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب ان لما احنا بنوصل وصله الميه وعداد الميه للبيت بنوفر في الميه. انا لاول مره استوعب بالورقه والقلم قد ايه احنا بنوفر نقطه الميه لما ندخل عداد ميه. اول مره. شوف احنا بقالنا كام سنه شغالين. يعني انا ممكن اعمل الخير في اسكندريه ويعود عليا انا في القاهره. بالظبط. انا بصراحه انا عاجز عن شكر، مش عشان انا قاعد في مكتبك ابدا. انا اول مره التقي بحضرتك. والله يا ربنا انا اول مره التقي بحضرتك. احنا انا عاجز عن شكرك. ربنا يسعدك ويبارك فيك. هفكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم واختم بيه كلامي مع حضرتك. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. دايما احنا بنكلم المشاهد وبنقول له خليك معانا عشان نسهل ونيسر على الفقير. بس هل تخيلت ان انا اقعد مع شخصية بالمنصب ده، اكبر شخصية على رأس شركة المية في اسكندرية، علشان احنا الاثنين نيسر ونسهل ونساعد الفقير؟ تخيل نفسك ان تبرعك اللي انت بتقول انا عايز اعمل بير مية في اسكندرية في الاماكن اللي محتاجة ابار ارتوازية، تخيل نفسك بتقول انا عايز اعمل 10 وصلات مية مثلا في اسكندرية هنوصل المية دي. تخيل ان انا جيت علشان اقعد انتوا دايما بتشوفوني واقف وسط الشارع، واقف وسط البيوت، الناس الفقيرة، الناس البسيطة. ما تخيلتوش ابدا ان احنا الانطلاقة بتاعتنا بتكون من رئاسة شركة المية في المكان اللي احنا بنشتغل فيه. حضرتك احنا هنبدأ ب 500 وصلة ان شاء الله. انت حضرتك محتاج مننا تقريبا كم وصلة؟ هو طبعا لو فتحنا احنا ممكن نقوله حوالي 2000 وصلة.
هنبدأ بال 500. أنا طبعا مفيش أي مشكلة بالنسبة لي، وأنا طبعا سعيد بحضراتكم وسعيد بالمبادرة الجميلة دي. أول نقطة مهمة جدا للمشاهد اللي بيشوفنا دلوقتي، عارفين إحنا ليه في نبض الحياة ما بنشتغلش غير من الأبواب الرسمية اللي إحنا موجودين فيها؟ لأن إحنا لما جينا لشركة المية هنا للبشمهندس وقلنا له إحنا هنعمل خير، هو عمل خير وعمل خير كبير جدا. وصلت المايه اللي كان ممكن توصل تكلفتها على المواطن ل 7000 او 8000، احنا النهارده واحنا في شركه المايه هنا التكلفه لن تتعدى 3000 جنيه. عارف يعني ايه لن تتعدى 3000؟ يعني بفلوس حضرتك اللي كنت ممكن تروح بيها من نفسك تعمل وصله مايه، هنا هتعمل وصلتين. ليه وصلتين مايه؟ يعني يشربوا بيتين. وده الدعم اللي احنا بنقوله، ايدينا في ايد الشركه بنعمل ده. انا برضه بشكر حضرتك يا باشمهندس، وعاوزين من حضرتك بقى تقول كمان للمشاهد انت عملت ايه معانا. يمكن انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا بالنسبه برضو لتوصيل العدادات اللي بقول لحضرتك عليها، احنا عندنا التوعيه قايمه بدور كامل في عمليه البحث الاجتماعي، هل دول يستحقوا ولا ما يستحقوش. انا برضو حته عايز اقول لحضرتك بالنسبه دي، عشان كده لما قلت لك ال2000، عشان لما تقول لي ال2000 ال2000 هم جاهزين عندي اهم، دول يستحقوا ومعمول لهم بحث اجتماعي عندنا في شركه الميه. وحضراتكم طبعا عايزين تعملوا طبعا لنا الشرف ونتعاون مع بعض، مفيش اي مشكله، للتاكد ان فعلا انا ما بديش الدعم بصراحه في هذه الجزئيه الا اللي يستحق. ايوه الجزئيه دي مهمه جدا، لازم نتكلم في منتهى الامانه فيها. ايوه ما ينفعش ان كل واحد يستحق ولا يستحق ياخد دعم. فانا بالنسبه لي اللي بيستحق عن طريق الدراسه لازم كلنا نتعاون، ولازم كلنا نبقى قلبا وقالبا معاه، عشان ارجع اللي تفضل بيه دكتور احمد ان احنا حب والانتماء للبلد. صحيح. وده اللي احنا الحمد لله ماشيين عليه الفتره اللي فاتت. فبقدر الامكان بنساعد اللي عايز يساعد، عشان برضو ما يبقى فعلا كل قرش حضرتك بتدفعه، كل قرش انا بدعم بيه واصل فعلا للمستحقين. يعني احنا كده مش واصل لاي حد. احنا كده نطمن المتبرع ونقول له الاول كنا بنطلع نقول لحضرتك احنا بننزل نعمل بحث وبنشرف على حاجه بنفسنا، النهارده كمان بنجدد ده ونقول مش احنا بس كمان اللي بنبحث الحاله. المؤسسه بتبحث الحاله، شركه الميه بتبحث الحاله، وفي كمان جهه ثالثه يعني حاضره غائبه في شغلنا دايما، وزاره الشؤون الاجتماعيه بتدعم معانا وبتبحث معانا الحالات، والبحث الاجتماعي ده بيخرج من عند وزاره التضامن الاجتماعي، هي اللي بتقول الحاله دي بتاخد معاش قد ايه، بتاخد مرتب قد ايه، ظروف حياتهم ايه، عدد الابناء، اذا كان في معاقين، اذا كان في اطفال، اذا كان في ارمله، اذا كان في، كل ده بيطلع من التضامن الاجتماعي. التضامن الاجتماعي ومؤسسه نبض الحياه وشركه الميه وحضراتكم مجموعه كبيره، خليه كبيره بتشتغل علشان الصدقه دي توصل بافضل شيء. التبرع اللي حضرتك بتديه لنا ده امانه، وبيتنقل من كتف لكتف ومن ايد لايد، بيتنقل من ايد حضرتك لايد المحصل بتاعنا او المندوب بتاعنا، وبعدين يتنقل لحسابات المؤسسه وهو امانه، ويتنقل هنا لشركه الميه وهي امانه، لحد الميه ما توصل للبيت ونقول الحمد لله احنا وصلنا الامانه. باشمهندس احمد، عاوز اسال حضرتك عن قد ايه الناس بتكون فرحانه وسعيده لما حضرتك بتنزل في زياراتك وتشوفهم كانوا قاعدين خايفين وقلقانين وما عندهمش عدادات ميه. ال 500 اللي احنا النهارده ان شاء الله هنبدا نقول يلا دي اول بذره، شعورهم بيكون ايه بعد ما يوصل لهم الميه بالشكل ده؟ انا مهما وصفت لحضرتك فعلا شعورهم، وده مش شعور واحد بيسمع، انا ما بسمعش على فكره، انا خطوه بخطوه مع الولاد هما بينفذهم. يمكن دايما اروح بطمن الناس وباجي اقول لهم خلي بالكم احنا جايين لكم، وفي ناس افاضل متبرعين لكم عشان خاطر يدخلوا لكم العدادات، عايزكم تبقوا مطمئنين، احنا جايين لكم النهارده عشان ولادنا هم موجودين الفنيين، عشان هنبدا نمد المواسير، هنبدا ندخل لكم العدادات. كل يوم والتاني لازم وانا مروح كده لازم اعدي عليهم اطمن عليهم وعملوا ايه وخلوا ايه. عايز اقول لحضرتك يعني المصري الجميل، وعايز تشوف شعور المصريين اللي بتسمع عنهم والأصالة المصرية، هتتفرج على الناس دي وهم لازم أقول بالألفاظ وهم بيزرغطوا، وهم بياخدوك بالحضن الكبير والصغير وهم بقول لك وهم بالنسبه لهم فعلا تلقى الناس كلها سعاده. ده عايز يعني انا لازم اقول كده، ده عايز يجيب لك شاي، وده عايز يا باشمهندس لازم تتغدوا عندنا، وده يقول لك طبعا انا ببقى في منتهى السعاده على المدينه كلها، رغم طبعا انت عارف احنا مش رايحين عشان خاطر الكلام ده كله، ولكن انا شعور المصري الجميل. صحيح. وده ان دل على شيء يدل فعلا على مدى السعاده اللي نابعه من قلوبهم، مش من بقهم ولا من وجوههم، لا نبع من القلب، فظهرت ناضره ساطعه فعلا في تصرفاتهم وعلى وجوههم بامانه ربنا.
بدعم حضراتكم نبض الحياة بتوصل الحياة لكل مكان في مصر. شفتونا في مطروح بنحفر أبار، شفتونا في سينا في آخر مكان، شفتونا في شلاتين، شفتونا في أسوان، والنهاردة موجودين مع حضراتكم في اسكندرية. اوعى تفتكر أبدا أن اسكندرية هي شريط البحر بتاع المصيف. اسكندرية فيها كرة وعزب ونجوع هتشوفوها معانا في التقارير، محتاجة فعلا الدعم ده. النهاردة وإحنا موجودين وزي ما قلت لحضراتكم مثلث الخير، المثلث ده عاوزينه يبقى مربع، الضلع الرابع منه هو حضرتك. من غير ما تكون معانا المثلث ده مش هيشتغل، العجله دي مش هتدور، الترس ده مش هيتحرك. تبرع حضرتك لينا هو اللي هيوصل التبرع لشركه الميه علشان توصل بيها الميه لكل بيت محتاج في اسكندريه. واحنا بنختم لقائنا وبنشكر باشمهندس احمد جابر، يعني شكر كبير جدا. عاوز حضرتك كلمه ختام نوجهها مباشره للي بيشوفنا دلوقتي وخاصه اهل اسكندريه المقتدرين، ونقول لهم لسه في ناس في اسكندريه محتاجه دعم علشان تشرب بامان. يعني انا طبعا الاول لازم اشكر حضرتك واشكر يعني دكتور احمد، ونبض الحياه بشكرها على مبادرتها الجميله مع شركه الميه ومع الشركات الشقيقه في جميع المحافظات. ان في ناس عندهم معاناه، لازم كلنا نتعاون عشان نرفع عنهم المعاناه، ومحافظه اسكندريه زي اي محافظه اخرى فيها القادر وفيها الغير قادر، فاحنا عايزين نرفع من شأن الغير قادر عشان خاطر يبقى عايش في سعادة في اطمئنان دايما. بقول لكم كلكم شرفتونا وكل سنة وانتم طيبين، ودايما نلتقي يا رب على خير وسعادة المرة الجاية ان شاء الله، واحنا كده بنسعد الناس وان احنا بنقول ادي العدادات اللي ركبناها ان شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك يا باشمهندس، وشكرا يعني لحسن الاستقبال والضيافه وتعاون كل يعني اللي عاملين في الشركه. بصراحه مثال للناس المتعاونه المجتهده اللي كانوا بينزلوا، يمكن هم كانوا بيستعجلونا في الابحاث، والله ننزل وننزل النهارده وننزل بكره وننزل بعده، احنا عاوزين نوصل بسرعه للناس وشايلين الهم ده فعلا عاوزين يوصلوه. دكتور احمد، النهارده جينا اسكندريه وقلنا هنعمل 500 وصله، حضرتك شايف ان احنا هنعملهم في قد ايه؟ أنا أتمنى أنه نعملهم في شهرين. شهرين؟ شهرين. أنا من رأيي اللي دايما كنت مصر عليه وإحنا بنجتمع في إدارة المؤسسة، أقول لكم لما نشتغل في اسكندرية أهل اسكندرية هيخلصوا اسكندرية. وأنا النهاردة بكلم، خلوني النهاردة فئوي كده وأقول يا أهل اسكندرية الطيبين، ياللي بخيركم خلتونا فتحنا فرع للمؤسسة في اسكندرية، تعالوا معانا ننقذ 500 أسرة مرحلة أولى من مشاكل عندهم في المية، ونوصل لهم وصلات مية. وبقت جنبنا اللي كانوا بيتصلوا بيا يقولوا لي مفيش مكان أقرب من الفيوم، أنا عاوز أروح معاكم بنفسي، مفيش مكان أقرب من أسوان، أنا نفسي أروح معاكم بنفسي. تعال بقى معانا النهاردة، الفرصة جت لحد عندكم في اسكندرية 500 بيت هنوصل لهم وصلات المية بالتعاون مع شركة المية. فاشتراك شركة المية اللي احنا في نبض الحياة بنعمله رسمي مع الشركة، مش مجرد خير وخلاص، ده خير مدروس ومعروف تبرع حضرتك بيروح فين. مفيش وصله ميه هتقل عن 3000 جنيه، لان دي الرسوم اللي احنا بنسددها هنا في الشركه عشان الميه توصل من الشركه. وانت بتتبرع اتصل بنبض الحياه، المندوب هيجي لحضرتك لحد البيت، واتصل تاني يقول انا عاوز صوره الايصال اللي سددته بيه لشركه الميه. ده اللي احنا بنعمله، زي ما بنكتب على البير اسم المتبرع بنسجل في كل بيت اسم المتبرع اللي تبرع بالبيت. بشكر الدكتور احمد، وشكرا باشمهندس احمد جابر، وشكرا لكل الناس شركة مية اسكندرية، وشكرا لأهل اسكندرية الطيبين اللي خلونا النهاردة نيجي نفتتح مقر في اسكندرية ونفتتح العمل بتاعنا هنا في شركة مية اسكندرية. اهلا بحضراتكم، والفقرة دي معايا عالم من الاعلام الطيبين من اهل الفضل واهل العلم، فضيلة الشيخ محمد رضا. يا حياكم الله. حياكم الله دكتور. اهلا وسهلا. ربنا يعزك. ربنا يسعد ايامك واوقاتك. ربنا يبارك فيك يا رب. الله يخليك.
شيخنا احنا دايما بنتكلم عن الناس في العمل الصالح وثوابه وفضله. نعم. في نظر حضرتك ايه افضل حاجة بتعود عليا من خلال العمل الصالح؟ احمد الحق تبارك وتعالى واصلي واسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد. افضل شيء بيعود على الانسان من العمل الصالح هي الحياة الطيبة. الله. وده ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن الكريم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تمام. يبقى إذن من أين أتت الحياة الطيبة؟ السعادة. يعني حياة طيبة سعادة اطمئنان. الإنسان يجد لذة مع أبنائه، مع زوجته، مع أصدقائه، مع كل الناس اللي بيتعامل معهم. محبة الخلق توضع لهذا الشخص الذي يقوم بالعمل الصالح. ليه؟ لأنه أرضى الله سبحانه وتعالى، فلما أرضى الله أحبه الله، ولما أحبه الله وضع قال لملائكته: يا ملائكتي إني أحب فلان فأحبوه. فأحببته الملائكة، أحبته الملائكة. ثم قال لأهل السماء، إن الملائكة تقول لأهل السماء: إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم توضع له المحبة في الأرض. ده ليه؟ لأنه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بنية صادقة خالصة في أن يقدم عملا صالحا يبتغي به وجه الله عز وجل. خلينا كده نحط بين قوسين، يعني إيه عمل صالح؟ العمل الصالح هو كل شيء يتقرب الإنسان به إلى ربه تبارك وتعالى. وأفضل الأعمال الصالحة هي الصلاة، الصدقة، الكلمة الطيبة، الإقدام أو المشاركة في فعل الخيرات. كل الأعمال الصالحة التي يقوم بها الإنسان مخلصا لربه تبارك وتعالى. ولذلك دايما يا دكتور نقول إيه، إن فيه واحد ممكن يعمل عمل، ممكن ابتسم في وجهك، تبسمك في وجه اخيك صدق. نعم. عمل صالح. ممكن اسلم عليك وما ارضاش اشد ايدي من ايدك، او انت ما ترضاش تنزع ايديك من ايدي، علشان اكراما ليا او خوفا من ان انا انحرج، ان انت يعني هتسيب ايدي انت يعني. خدت بال حضرتك؟ ده عمل صالح. اذا الاعمال الصالحه لا أستقل أي عمل من الأعمال أبتغي به وجه الله في تعاملي مع الآخر، أو في تعاملي مع العبادات والمعاملات والناس اللي أنا بشوفها، اللي عايزة مساعدات، الناس اللي عايزة إن الإنسان يقف بجانبها، الناس اللي بتكون في أزمات، الناس اللي بتكون في معاناة. إن كل دي أعمال صالحة الإنسان يتقرب بها إلى الله عز وجل. شيخنا مؤخرا احنا واخدين الدولة رقم واحد في ارتفاع مستوى الطلاق، يعني نسب الطلاق عندنا. نعم. احنا واخدين الدولة الاولى على مستوى العالم في ارتفاع نسبة الطلاق. وانت بتتكلم دلوقتي عن الحياة الطيبة، فقلت لي ان الانسان يستريح مع زوجته، مع اولاده، يشعر بسعادة في حياته في كل افعاله. نعم. دور العمل الصالح ده في استقرار الحياة الاسرية، خاصة ان حضرتك ويعني بتسمع وبيعرض عليك يوميا مشاكل من النوع ده. أولا المشاكل الحياة الزوجية هو لابد، ودائما حتى ما بيجي لحد في مشاكل، خاصة اللي هم طلق ثلاث مرات فما عادش لها رجعة. أخذت حضرتك؟ دائما أسألهم: أنتوا بتصلوا؟ طيب أنت بترضي ربنا في زوجتك إزاي؟ طب ايه الحاجات اللي بتحبها فيها؟ ايه الحاجات اللي بتكرهها؟ ايه الحاجات اللي بتحبها فيه؟ ايه الحاجات اللي بتكرهها؟ طب علاقتكم ايه بربنا؟ اول شيء البعد عن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل هناك شقاق. بعد عن الله ليه؟ لا هو راضي عن الاخلاق الزوجيه اللي موجوده في زوجته، ولا هي راضيه علما عن الاخلاق الزوجيه الموجوده في زوجته، علما بان ربنا سبحانه وتعالى لما حين جاء ليخاطب في اول سوره النساء التي سماها باسم النساء: يا أيها الناس، لم يقل يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها المسلمون، لا، يا أيها الناس، جمع الناس. ليه؟
لأن الله سبحانه وتعالى خلق هؤلاء الناس من نفس واحدة. اتقوا الله، أو ده ناس، ده فيهم المسلم وغير المسلم. اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. تاني ليه؟ لكي لا يتعالى كل منا، لأن كل احنا عندنا فيه فروق فردية. طيب لا يتعالى الرجل على المرأة بغناه بمنصبه بوجاهته، ولا تتعالى المرأة على زوجها بعزها بجمالها بحسبها بنسبها، لا. ولكن أنا أو هي لابد إن احنا كل واحد فينا يتقي الله في هذا الشق اللي هو فيه الفروق الفردية. لو اتقينا ربنا سبحانه وتعالى لا نجد أبدا، أنا حتجاوز عن اللي هي بتعمله، هي حتتجاوز، لأن احنا بشر والبشر وارد في حقه الخطأ. والخطأ موجود، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. طب ما أنا ليه؟ طب احنا حضرتك، أنا نزلت من 3-4 سنين مقال كده على الصفحة بتاعتي في الفيسبوك، اللي هو إيه؟ احنا عالم التواصل الاجتماعي عالم افتراضي. طيب لو كل واحد فينا بيتجمل في الكلام مع زوجته بما يتجمل به على صفحات على الصفحة أو للشخصية الوهمية المكذوبة وهي كذلك، لوجدنا أن هناك حب بين الزوج وزوجته. يبقى نتقي ربنا، كل واحد فينا يتقي اللفظ. أنت بتذكر الآية ذكرتني بأمر ربنا سبحانه وتعالى، خلق ستنا حواء من ضلع من أضلاع سيدنا آدم. نعم. ليه ستنا حواء خلقت من ضلع؟ وليه لم تخلق من الرأس مثلا أو من القدم؟ وانت حضرتك بتشرح ذكرتني بأنه كأن الله يعلمنا أنه المرأة دي الراجل يحتويها. نعم. ما خلقهاش من رأسه عشان ما يتكبرش عليها، ما خلقهاش من إيده عشان ما يضربهاش وما يأذيهاش، ما خلقهاش من رجله عشان ما يطأهاش بقدمه، خلقها من ضلع عشان كأنه بيأمرك انك تحتويها. تحتوي نعم. تحتويها. الاحتواء ده شوف حضرتك، انت ايه الشيء اللي انت بتتمناه بعد رضا ربنا سبحانه وتعالى ورضا الوالدين؟ اسعاد اولادك. هل سعادة الاولاد تأتي بالشقاق بين الزوج والزوجة؟ ابدا. ده الاولاد بيكونوا في قمة التعب وفي قمة القلق ولا أقدر أن أصف الحالة النفسية أو السيكولوجية التي يكون فيها الأبناء بسبب الشقاق والخلاف. طب ما أنا أكون حنين، يعني أعرف بعض الناس بيتجاوز عن أي شيء من زوجته، أو هي بتتجاوز عن أي شيء من زوجها في مقابل ان هم ما يخلوش الاولاد يحسوا ان بينهم وبين بعض مشاكل. هم دول الناس اللي هم بيتقوا ربنا. اختبر حضرتك. ولذلك اما ربنا سبحانه وتعالى خلق حواء من ضلع ادم الايسر، ليه؟ للاحتواء. وليه؟ علشان هي كمان تحس ان هي منه، تخاف عليه، وهو يحس ان هي اتخلقت منه فيحتويها. خدت بال حضرتك؟ يبقى لا يتعالى الرجل على المراه ولا المراه على الرجل. يبقى نرجع لاول نقطه، احنا بدانا الحياه طيبة، عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياه طيبه. نعم. سيدنا الشيخ محمد رضا بيعلمنا انه العمل الصالح له اثر ايجابي في ان حياتي وحياتك وحياتك تكون طيبه وسعيده وهادئة ومطمئنة. تعالوا بقى نشوف أول تقرير في لقائي النهاردة عن المساجد وعن مؤسسة نبض الحياة ودورها في تعمير وبناء بيوت ربنا. بكت عيون وحق لها أن تبكي، بكت لما المئذنة وقعت على المسجد، الو...
العاصفة قامت بالضبط الساعة 3:15، أنا كنت فوق السطح بقدي غلط يعني أشيل حاجات من العاصفة لتطيرها، وإلا أفاجأ دبة شديدة، دبة حركت البيوت من مكانها. ببص لقيت المأزنة نزلت على المسجد زي ما انتم شايفين، ساوت أبلار. المسجد دورين مكفي كل احتياجاتهم، ما كانوش متخيلين او متوقعين ان هيجي يوم ويتهد. المسجد ده بيخدم اكتر من 10,000 نسمة عايشين حواليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته، فنحن في اشد الحاجة اليكم. اقسم بالله العلي العظيم، انا عندي طفلة لما كانت تركب فوق السطح وتشوف الجامع تقول لي ابر دورك، بتقول لي ابر وقع. لا ان شاء الله ابر ما وقعش، طالما في نبض الحياة وفي ناس قلوبها رحيمة. انما يعمر مساجد الله من عمل بالله واليوم الاخر، ورب والرسول بيقول: من بنى بيتا لله بنى الله له قصرا في الجنة. نبض الحياة لما سمعت ما اكتفوش ان هم يبقوا مشاهدين، ده سافروا وجم هنا القلب الصعيد لمركز نجع حمادي عشان ينقلوا الصورة لأهل الخير ويقولوا لهم الإعصار وقع بيت ربنا. اهلا بحضرتكم شيخنا. احنا تكلمنا في الفقرة الأولانية عن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، وقلنا إنه العمل الصالح هو أي عمل بتبتغي به وجه ربنا. نعم. وقلنا إنه العمل الصالح ده من ثمراته العظيمة الحياة الطيبة. نعم. إحنا حياتنا فيها مشاكل وفيها قلق وفيها اضطراب، فإحنا بنعلم بعض كده وبنفكر بعض، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، إنه الدور الأعمال الصالحة دي بتكون هي الطريق اللي بيمهد للسعادة والطمأنينة والسكينة في حياتنا كلها. نعم. ايه تاني في ثمرات العمل الصالح؟ الله سبحانه وتعالى ذكرنا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الله الله. ودا ودا يعني ايش؟ المحبه. لقاء يعني انا استلطفك وانت تستلطفني. انا ساعه ما اشوفك كان اعرفك من زمان، اللي هي الأرواح وجنود الأرواح وجنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تنكر منها اختلف. أمال ده جه منين؟ لما أنا كنت محافظ على العمل الصالح، شغال إن أنا عايز أرضي ربنا، أصلي في جماعة، أصلي الفجر، أقول أذكار، أقعد أعمل لي ورد قرآن، أعمل أساعد الناس المحتاجين، أعمل أعمال كلها، أنا عايز أطلع باليوم ما يعديش مني الـ 24 ساعة، أخدهم نوم وأخدهم مش لا ده أنا عايز أرضي ربنا. يقوم ربنا يقول، ينادى على سيدنا جبريل: يا جبريل إني أحب فلان. شوف حضرتك ولله المثل الأعلى، أما يكون عندك ولد مطيع، انت من غير ما تقول له اعمل الحاجة الفلانية راح اعملها لانه عارف ان انت عايز تعملها. من يعني متخيل؟ طيب انت ايه اللي بيحصل معاك؟ مش انت بتكون في قمة السعادة وتقابلني تقول لي تصدق ابني بيعمل كذا وكذا، من غير ما اقول له تصدق الثاني ده ابني ده انا عنده عقبال ولادك ربنا يبارك فيه يا رب، وعقبال ما يبقى عندك اولاد زيه. يقوم ربنا سبحانه وتعالى: يا جبريل اني احب فلان فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملائكة: إن الله يحب فلان فأحبوه. يا سلام. فتحبه الملائكة، ثم تنادي الملائكة في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم توضع له المحبة والقبول. الله. سيجعل لهم الرحمن إيه؟ وده. الله. والقبول في الأرض. كل ما يمشي في مكان ربنا سبحانه وتعالى يجعل له قبول ويجعل له محبة عند الخلق، فتجد هذا من العمل الصالح، ده من تيسير أمور هذا الشخص.
طبعا سبحان الله، ده ربنا سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. طيب أنا هذا الود وهذه المكانة ألا يحق لي أن أحافظ عليها؟ مهو حضرتك يعني الإنسان ما يعرفش نهايته إمتى، فأنا عايز أكون إنسان مع ربنا عامل حسابي أنا حجابر ربنا إمتى، عايز ربنا سبحانه وتعالى يجعل لي مكانة عنده، عايز أكون من المقبولين عند الله سبحانه وتعالى، عايز تكون لي مكانة. طيب هو المكانة تبقى لي أنا بس، لي أنا لوحدي أبدا؟ ده احنا خلي بال حضرتك الشيء المهم ان كل واحد فينا يقول انا عايز أأمن مستقبل أولادي، أأمن مستقبل أولادك بإيه؟ أحط لهم أشتري لهم أرض، أبني لهم عقار، أنا مش عارف إيه، لا 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 لا، عايز تأمن مستقبل الأولاد. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. مش ده العمل الصالح؟ فليتقوا قمة العمل الصالح يعني وليقولوا قولا سديدا. نأمن الأولاد ونأمن المستقبل. أول حاجة خالص في الحتة دي الحب اللي ربنا بيجعله لك في قلوب العباد، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. الناس يا شيخنا يعني سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى لا يجمع قلوب العباد على شخص من فراغ طبعا، ولا يجعل في قلوب العباد النفور من شخص من فراغ. نعم. الحب ده والكره ده مهما أنفق أحدنا من مال فلا يستطيع أن يصل إلى قلوب الناس. لو أنفقتها في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبك، ولكن الله ألفها بينك. يبقى حتة سيجعل لهم الرحمن ودا دي حتة معناها عميق أوي أوي جدا أوي. إن الواحد مش بشكلك، لا لا لا، ولا بجاهك ولا بمنصبك، ده بعملك طبعا، بعملك. نعم. كثير من الناس تلاقي لهم حب في قلوب الناس، نعم، سواء كان مسؤول أو غير مسؤول. نعم. كثير من الناس يروح أي مكان أي مكان، مجرد ما يروح الله يفتح له الأبواب الموصدة. نعم. والمغلقة. نعم. السر في الحتة دي زي ربنا ما قاله في العمل الصالح اللي ربنا جعله مفتاح لهذه الأبواب المغلقة دي. شوف حضرتك إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وأعمالكم الله. طيب القلب ده لابد أن ينقى ويصفى فيكون بينه وبين الله صفاء ونقاء. هذا الصفاء وهذا النقاء لا يكون إلا بالعمل. العمل ده أنا ما بعمله فيه إخلاص لله سبحانه وتعالى الله ينقيه. وبعدين شيء مهم جدا دكتور أحمد، إن أنا ما أكرهش حد، ما حجتش على حد، ما حسيتش حد، ما يكونش في قلبي أطهر القلب. ساعة ما يطهر القلب يرق الله، وساعة القلب ما يرق يشف. وساعة القلب ما يشف بيتصل بالله سبحانه وتعالى، الله يعطيه نور. لأن هذا القلب تمثل بالرسول الله صلى الله عليه وسلم، فساعة ما بياخد من نور الرسول صلى الله عليه وسلم ومن نور الله سبحانه وتعالى، هذا القلب يكون، أنا دايما أقول كده إيه في حديث الأرواح وجنود مجندة، أقول لهم يا جماعة ابعت لي نور عشان أبعت لك نور، لأن كل قلب فيه جهاز إرسال واستقبال، فأرسل لي حب عشان أرسل لك حب ويبقى فيه إرسال واستقبال. يا سيد الله يسعدك، الله يرضى عليك. استاذن حضراتكم ونشوف التقرير الثاني في لقاء اليوم. وبعد ما شفنا حال المسجد في التقرير الأول ما كانش ينفع نقف مكتوفين الأيدي، وكان لازم نتحرك لإنقاذ أهلنا هنا في الصعيد. وبفضل الله ثم بفضل تبرعاتكم وثقتكم في نبض الحياة وصلنا للمرحلة دي. من ضمير نبض الحياة يبتدي المشوار خطاه، سكة الخير خط سيره وكلنا ماشيين وراه، مش هتاخد منها حاجة واللي راح خد منها ايه،
نافعة. هذا هو المسجد الذي رأيتموه في الإعصار، مسجد الرحمن بقرية السلامية مركز نجح حمادي. المسجد ده كان 250 متر لما الإعصار جه والمئذنة وقعت وهدمت المسجد. مساحته الفعلية النهاردة 600 متر. قطعتم آلاف الأميال وبدأتم معنا في هذا المسجد منذ أن كان أنقاض. في شهر رمضان كنا نعمل بالليل. منذ أن كان أنقاض ورفعنا الأنقاض وبدأنا مرحلة الأساسات، قواعد، سملات، أعمدة، ثم بنيان، ثم سقف الدور الأول، ثم سقف الدور الثاني، ونحن الآن في مرحلة التشطيبات. مش عارف أوصف لكم فرحة الناس بالسلامية وبمركز نجح حمادي جميعا ببناء المسجد، وفرحة السيدات في المساجد والأطفال. سترهم واجب علينا، دول أمانة بين إيدينا، طمنوهم إني لسه باقي ليهم حاجة فينا. عارف يا اللي انت ساهمت في بناء مسجد الرحمن جزائك عند ربنا ايه؟ جزائك عند ربنا ان كل واحد يقف في الصف ورا الامام ويقول ورا الضالين امين. جزائك مثل جزائه زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، لك مثل نفس الجزاء لا ينقص من اجرك شيء. مش هتاخد منها حاجة، واللي راح خد منها ايه؟ فزنا في التشطيب ان شاء الله، الكهرباء والسباكة والنقاشة والسيراميك تمام، والرخام والأسلاك الكهربائية الذي لن نحصل عليها حتى الآن. وأقول لأهل الخير، النوايا زي ما بيقول المثل البلدي، النوايا تسند الزير. ما زلنا في العمل مستمرين. نحن الآن في المحارة، وبعد المحارة في سيراميك في كهرباء، العمل مستمر. فأرجو الاستمرار في العطاء. أي خير قدمت بكرة في المكان ده هتلاقي، وربنا سبحانه وتعالى يجعلكم أهل للخير ويجعلكم للخير أهل. كل ده بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جهدكم انتوا، بفضل اموالكم اللي ربنا اداها لكم في ايديكم عشان يشوفكم انتوا هتعملوا بيها ايه، حطتوها في مكانها. ولكن بيت ربنا مستني منكم اكتر، مستني التجهيزات النهائيه. وزي ما اتعامل المسجد بالصوره اللي احنا شايفينها دي، هيتم التشطيب بفضل الله ثم فضلكم مره ثانيه. أهلا بحضراتكم. النهاردة احنا بنتكلم معاكم عن احنا هنستفيد ايه من أعمالنا الصالحة. احنا اتكلمنا وقلنا انه الحياة الطيبة دي ثمرة من الثمرات محققة طبعا بسبب العمل الصالح. نعم. قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى هيحبك، والملائكة تحبك، وأهل السماء يحبوك، وأهل الأرض يحبوك. نعم. بسبب عملك الصالح. الواحد عايز ايه تاني؟ سبحان الله، الذرية يمكن آخر حاجة احنا تكلمنا فيها حضرتك، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريتهم ضعفا خافوا عليه. طب ما احنا عندنا كمان القصة بتاع سيدنا موسى وسيدنا الخضر للغلامين اللي كان وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. الأب ده كان قالوا أنه الجد السابع كمان. قالوا أنه يعني سبحان الله، يعني أنا عملي حينفعني وينفع أولادي وأحفادي وأحفاد أحفادي. إيه الكرم ده؟ ما هو أصل اللي بيديك سيدك، أصل اللي بيتعامل معاك إذا أعطى أدهش. أدهش طبعا. ربنا سبحانه وتعالى يعطي عطاء، يعني الإنسان لابد أن يكون عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى في عطاء الله،
حضرتك يا دكتور أحمد، احنا يمكن في يوم كده أنا وبعض الصحبة الطيبة من أساتذة الجامعة قاعدين كده بنبحث عن الدكتور فلان أبوه كان شغال إيه وفلان أبوه كان شغال إيه، لقينا أن معظمهم كان محفظا لكتاب الله. الله الله الله، البيت اللي تلاقيه مستور هتلاقيه بيت بيخاف ربنا. في بند اللي احنا بنفتقده كلنا، احنا بنشتكي في معظم الناس انا مش لاقي ومش عارف، بند البركه يجي لمين؟ اللهم بارك يا رب. يجي لمين؟ ما تخليك مع ربنا وربنا هيديك، ربنا هيبارك لك. اللهم بارك يا رب يا رب. استاذن حضراتكم اخر تقرير في لقاء اليوم وارجع اختم الحلقه مع شيخنا الشيخ محمد رضا. سيدنا إبراهيم عليه السلام طلب من ربنا أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إحنا مع حضراتكم بنوريكم مجهود في حوالي 4 شهور، الوضع اللي انتوا شايفينه هو ده الإنجاز اللي اتعمل على مدار 4 شهور اللي انتهت. هذا المسجد الذي تهرب من الإحصار وقعت المأذن عليه فتسد، انظروا الآن ماذا فعلوا فيه. ونشكر أهل الخير كلهم على وقوفهم معاني، واللي ساهم معانا بجنيه، واللي ساهم معانا ب10 جنيه، واللي ساهم معانا ب100 جنيه، واللي ساهم معانا ب10,000 جنيه، واللي ساهم معانا ب100,000 جنيه. مش مصدق وانا واقف وماشي في قلب المسجد، انت متخيل اتساع المسجد وحاله ووضعه اللي هو عليه دلوقتي بعد ما كان حاله عامل ازاي في الظروف وفي الايام الماضيه. انا دلوقتي جبت لك المسجد من اوله لحد اخره عشان اقول لك اتساع المسجد اصبح بالصوره دي وبالشكل ده عشان تشوف انجازك في ال4 شهور وصل لحد فين. ومحتاجين يعني كمالة المسجد، والله مطلوب مننا شغل يساوي 300,000 جنيه، فعاوزين من أهل الخير تساعدنا وتشارك معانا في الخير وتساعدنا في تكملة المسجد. أدعو أهل الخير، أدعو أهل الصلاح، أدعو أهل الله سبحانه وتعالى الذين جعلهم الله سببا في إقامة بيوت الله أن يتبرعوا لننتهي من هذا المسجد. فاضل حاجات كتير لكن مش كتير على ربنا، ثم مش كتير على حضراتكم. فاضل معايا أجهزة كهربائية، فاضل معايا أجهزة إنارة، فاضل معايا فرش، فاضل معايا سيراميك، فاضل معايا خشب علشان خاطر الأبواب والبيبان والحاجات دي كلها. مين هيضرب لنفسه دلوقتي حالا بسهم وتتصل وتقول فرش المسجد بتاع الإعصار علي أنا؟ أهلا بحضراتكم. كنا بنتكلم عن دور العمل الصالح في صلاح الأولاد وبيمتد حتى الجيل السابع. احنا بالكاد بنفتكر 3 أو 4 أسماء، يعني بفتكر من الأب والجد والجد وبس، وبتنتهي المسألة دي على كده. لكن إن يكون للذرية رقم 7، الجيل رقم 7 بعد مني، ده أمر عظيم جدا طبعا. ختمت الفقرة اللي فاتت بالكلام عن حاجة أنا وحضرتك وكلنا محتاجينها وهي البركة. نعم. دور الصدقة في البركة. الصدقة الله سبحانه وتعالى هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا
ويكون فيه ملكان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. طب من اللي بيدعو؟ الملك. الملك. طب أنا وإنت أما بنلاقي حد، يعني إحنا بنبني في الصعيد، بنبني في نجح حمادة في جنة، ولما واحد بيقول أنا، أنت حضرتك مش بتقول أنا عايز أطمن إحنا وصلنا في المسجد لفين، في حد اتبرع للمسجد، يعني ماله إيه اللهفة دي؟ ليه؟ لأن إحنا نفسينا الناس دي تصلي، ونفسينا الناس دي ينتهي المسجد ويكونوا بيصلوا زي إحنا ما بنصلي إن شاء الله. الشهر ده إن شاء الله، إن شاء الله. عشان كده سيدنا النبي كمان قال لنا إيه؟ السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار. اللهم قربنا من الجنة يا رب، وباعد بيننا وبين النار. أنا سعدت بالحوار مع سيدنا فضل الشيخ محمد رضا في حلقة اليوم. أشكرك شيخ محمد. الله يبارك فيك يا دكتور رافع. الشكر موصول لحضراتكم، وإن شاء الله نلقاكم في لقاءات قادمة. وأما بعد، وصور أجمل وأروع في المستقبل إن شاء الله.